مشيش حبي يشري طوموبيل يشري فيلا يشري 500 مليون. ما فهمتش هاديك هاديك راها شتي اللي هضرتي شتي اللي سبيتيها راه بحالي بحالي كتقولي لها الله يعطيك الصحة زعما هاديك ما تهدريش عليها عليها لا لا ما تهدريناش على الخماش كدير الصالون تغسل الشعر وتغسل اييه وكتبات في الباركينغات عرفتي شمين بنت سيدي واعرة ما تجبدنيش باش ما تطلعش التفاهة طلعي بداك وطلعي بصح تاواك بصح اوقتاش ديري الضيفه حبي 8 البارح الحكومه كون حضرتي كنت اسمع الحكومه وسمعيني البارح كون حضرتي اللايف كنت حكيتي البارح طلعت مع حموده جا عندي الحاج واحد سميتو الحاج الداعم فرق عليا اللايف اويلي عندك طيريه ليا الداعم سميتو الحاج لا اختي لا لا اختي والله ما نطيرلك شي حاجه ولي عزيزه عليا يا ربي تعطيك من كونه حيانا عليك البانضيه لعبنا وياك لعبنا وياك جوله طيريه والله يا اختي انا كندعي معاك كندعي معاك من قلبي يا حبي حيت فريمون تستاهلك شتي درت غلطين فيك انت بزاف القاعده اقسم بالله غلطين فيك بزاف الله يحفظك يا حبيبه اقسم بالله شتي انت عرفتي بحال انت دايره بحال انت ديك الصراحه اللي فيك بزاف الله يكثر بك الحكومة تانت شوفي هذوك الناس اللي كيبلوا عليهم الحكومة انت خيرك سابق علينا مالك راس حالتي اختي كلينا معاك طرد الخبز دبرتي علينا في الاعلان وقفتي معايا ما نكذبش هادشي ما اجمل نكرهش لا يا اختي هذاك رزقك وخيرك عطاك الله الله يسهل عليك والله غير كنفرح لك امين حبيبي ما كنشوف شي ناس كيدعموك ولا شي حاجه كنفرح لك تانت زعمتي ناس انت اللي جوج حوتات وهذوك جوج حوتات هما اللي داروا لنا سمعتيهم وصرتي سبع ويني نسب جوج حوتات نوضوا الراق نوضوا القرايد ونوضوا والله يطفي الغضب احبي اش نقول لكم الله يطفي الغضب قبيلتي عرفتي شنو المره الجايه انا زدت تسمع وقيله نلقى ورق قالوا لك غيوقفوا لي حدا باب الدار يمشي مزبره بحدا باب الدار عيطي لي والله خصني تنشهد معاك والله تنشهد معاك الحكومه وين بغيتي غير شي حوته ديجي 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 شي ولا ضربت اللحم والبرقوق لا لا تهلا في جبتي معاك جبتي معاك تواصي شنو نجي الماكله شنو نجي قسما بالله الا رضا عطانا بلاطون تاع الحلوى والله العظيم جبتي معاك ما بغيناش ندوي حطنا لا والله الا حطنا الطوحي حنا مشينا بحالك حنا ما قسناش حتى التالي حيت قولي ديك الثلاثه نضنا مشينا بحالاتنا اختي حيت راك عارفه الطريق تبعنا وداك الشيء نضنا مشينا جيت مع الوحده يمكن الوحده وصلنا الثلاثه مشينا وقوليش كنطيب دابا الحكومه كنطيب الملوخيه ايوا ها طيب انا ملوخيه نزيرك على القايدة وقايدة 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 الله يحفظك الله يتقطر وقايدة 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 انا اللي بقى في الحال جوج كيدابزو حدالاش حكومة جوج كيدابزو بناني جوج كيدابزو هادي كلاش وزعما كلاش عطش دايرة نزيرك الحكومة نطاقيا الطرف الاخر باش رجع لها الطاق خلاه اضرب كركي اسطورة واش غنقول لك الحكومه شوف احبي والله العظيم شنو نقول لك انا بغيت ربيت في الغضب بيناتكم وصافي حتى هي خلي الغضب خلي اختي نزلها وخلي الناس يتفرجوا خلي شي يسبني ولا شي يسبوني خلي الروينه كتموت على الروينه خليك تعجبني انا اختي بعيده من المشاكل انا شوف اختي بلا تحبيبه ديالي واحد الدقيقه هذيك سمعوني اخوتي انا راني حقا ليا تقول لي خلي مراته تتقول كبس وكتدخل عند الداعي من الخاص ماشي راجل بارد الكتاف اللي ياكل من عرق مرته ماشي راجل فين هو الرجال راه معذرها نيت اللي خلاته يتقابل معايا هو ويا رجعت الله نيت حيت عرفته مرا من علو الشيطان الحكومه مشطا وقدم
شحال مشكتي فاش كنتي كتنوضي الحروب تتقولي لي والله لا تقاديت هذه انت كتطلعي كتقول والله لا انا والله لا تقاديت تقادش حتى انا عارفه راسي على حق وانا اللي غنصالحكم وانا اللي غنصالحكم الشلاطات غير هيطوكيات انا غنصالحكم سكتي القايده سكتي خليني كنهضر معاك خليني ساكته صافي خليني ندخل بخيط ابيض غيتا قالك سلم على سلم عليك بناني سلم عليك بناني انا شوفي شوفي انا الراجل اللي يخلي مرته تدخل عند الدائم تقول له كبسو كبسو مش راجل راجل ويلي فين من الرجال نتصوروا غير معاه ويعطيهم غير الدل وما مساليالك سير الله يعطيك الدل انت وداك المراوي دراجلك اش غاني ولكن اللي كيهضر حمق واللي كيسمع بعقله راه صيفطت له التصاور شمنت انت شو انت دابا شكون دابا شكون بدا الحكومه شكون اللي بدا حط ستوريات شكون هي اللي بدات ستوريات لقات راسها حد ما عبرها ما عرفتش عليها ولد الشينويه محكاك محكاك ما عرفتش انا ما عرفتش شنو بيناتهم عرفتي شنو لقات راسها عرفتني البارح انا معروضه وديك الشيء نضرت داك الفيلم ونضرت ديك الدراما وانا وتيسطل راجلك هذاك بعدا ماشي راجل ويلا كان بغى يترجل غيدخل غير اليوتيوب غير اليوتيوب ما نمشيوش بعيد يدخل اليوتيوب يدير طب بسميت كيلقى شوها شو هي نوها ويخي كنت يا اختي كنت كتعري في الحمام وتقولي لي هاك الحكومه اللي حي كنقول لك لا ما نلوحش انا داك الشيء في لاباج ديالي نسيتي ان كنتي ناسي افكارك سيري 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 كنتي كتصوري على الناس بدريره انا ما كنتصورش على الناس انا كليغ انا انسانه صريحه انا حتى واحد ما كيجي يعمر لي الثلاجه حتى واحد ما كيجي يعطيني كيعمرني المازوط حتى واحد ما كيجي يدير لي حتى شي حاجه انا واحد الانسان كنقول الحق والمصداقيه ما كنكذبش اللي اكثر ما بقاش داويه بزاف شفتني دخلت للتيك توك والناس كيكبروا بيا وتيضحكوا ومسمومه وداك النهار صيفطت لك شي حاجه والله ما كاين اللي شوفي والله ما كاين اللي قلال السم قد دوك جوج حوت حتى اللي صيفطت لك البارح قرات يا صاحبي ممكن تي صاحبتها ويلي وراه انا اللي ربيتها على يدي واش مني راه كنت كنعرفها ملي كنت ما كتعرفش تغسل والا كان الله وبقى الله انا ما تحرك فيا حتى شعره شعره وحده واني عارفك اش عارفه راسي اش كنسوى كنعرف ونتحداه نتحداه هي نجي انا ندير التحدي انا وياها كنعطيها هذا الامتحان التحدي كنعطيه لها من اللايف ديال القايده نتحداها الا ما تصابتش كدير حبوت بن هي وانا عمرني درت شي حاجه انا نخوي السوشيال ميديا اقسم بجلاله الرحمن تنخوي السوشيال ميديا يلا وفي هذا النهار هذا النهار الجمعه انا شوفي كنتمنى الا كانت كتفرج فيا دابا انا هذا الطفل غضب وصافي كل واحد يقبض طريقه شوفي شوفي كل واحد يقبض طريقه القايده القايده ما 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 تبقاي تهضري لي حتى انا ما كنهضرش على هذيك كنهضر على وحده اخرى صافي فهمتك فهمتك كنهضرش على هذا سمعتيني انا كنعطيها تحدي من هنا نجي ونمشي انا وياها وندير التحاليل ياك التحاليل في لابوراتوار ما بواها ونمشيو هكا بلايف بلايف القايده انا عارفه عارفه ونديروا التحاليل اقسم بجلال الرحمن حتى نسد الكونتات ديالي كاملين ونخوي السوشيال ميديا واش بان لك في التحدي القايده واختي اش غنقول لك لا اشبل لك فالتحدي سيدة حاملة اختي وبيان سوغ الا كان واحد كيتهم واحد صافي فريوها قالك قطعوا الشك باليقين قطعوا الشك باليقين لا قطعوا الشك لا انا غير قطع الشك باليقين انا انا اشوفي انا براسي عريان انا ما عنديش مناش نخاف انا نمشي في اي لابوراتوار غيختاروه الناس الناس يختارونا نديرو التحدي ويختاروا لنا الناس لابوراتوار ونمشيو ونديرو لايف ويتحط اللايف وغنشوفو شكون اللي كيتعاطى ولا لا زوينه هادي ولا ما زويناش لقاش بنادم راه كيبغي تا هو يبرئ راسو من حقه من حق السوشيال ميديا كنضحكو تنهضرو ولكن بنادم التعامل في الواقع راه ماشي هو السوشيال ميديا شتي الحكومه هادشي اللي كديرو في السوشيال ميديا تاع علاقه عندها مع الواقع
الحمد لله ما كندير والو، راه تضحك وما تيديرش الشعر وما نمشيش وين هي، وانت كتهضري فيها لا راك راك سيري سيري. شكون داها فيك يا شكون داها فيك الحريره نهار العيد داها فيك؟ شكون اللي اعتبرك بين كاينه كاع في ودي؟ اش غنقول لكم؟ والله الله يعفو حق الله العظيم، انا ما بغيتش كاع توصلوا كاع لهادشي صافي، كل واحد قبل تقارو زعما. كاين انا بغيت نفهم علاش حطاتي كاع داك السطوري وعلاش كتقلب على المشاكل وعلاش، ما الله يعفو على كل واحد وصافي. حيتاش صيفط جوج حوتات قلاو السم، انا حرة بغيت ندعمك انت يا اختي، انت عزيزه عليا كنبغيت، انا حرة. واش كاين شي مشكل؟ واش بنادم بغى يتحكم ليا في رزقي؟ لا 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 كبرتي بيا، الله يكبر بيك. ويلي قلت لك حتى بنادم واحد اخر شحال راه عطيناهم. علاش اختي بنتي واحد دقيقه الحكومه هذيك مرت شفاره؟ علاش شفاره؟ خدمت معاها خلصاتها، اشنو هاد الشفارات اللي عندها؟ وين البلاتي؟ مريض هذيك انا نعطيها بلاتي. قال لك اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاد السيده اللي كتقول لك انا سرقت ليها دارها كلها بالكاميرات، علاش ما شدتنيش الكاميرا كنسرق؟ ما تسرنيش، انا كنعطيها الاوكي مني. اخبارك هذا اتهام خطير الحكومه في اخبارك. عارفه كنت كنشوف كلشي بعويناتي. اختي انا ما دخلت الناس كيف دابا بلات واحد الدقيقه الناس كيقولوا سكتي سكتي. انا اختي كنهضر مع الحكومه في التليفون، انا ما معادي انا جالسه كنسمع كتقلبي على المشاكل. اين مشاكل؟ كنقلب شي مشاكل اللي جالسه دايره طبسيل ديال السكسو، جايه الاكتئاب جالسه بوحدها، لقات القايده والحكومه طالعين في لايف باركين مطلعينها. راه كتهضر على حد دابا خليها تكتب. وياه تكتب، انا ما كنهضر على حد، ما جاب دين حد.